وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإبراز تفرد وعلاقة الحضارة المصرية القديمة من خلال المتحف المصري الكبير. جاء ذلك خلال اجتماعه بالجهات المسؤولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير الآثار لتناول مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية. وجه الرئيس السيسي بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا حضره السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الآثار والسياحة والمالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكدا على مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي. كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الآثار. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بالارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر وعلى نحو يليق بمكانها السياحية على الصعيد الدولي وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها. وفيما يتعلق بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الى المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة والمزمع نقلها بعد اشهر عدة، وجه السيد الرئيس بمراعاة ان تتم عملية النقل في اطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.